والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الأول في تفسير سورة مريم، وكنا تكلمنا بالأمس عن يعني بعض المعاني التي تحملها هذه السورة، ونشرع الآن في يعني بداية تفسيره. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: كاف ها يا عين صاد. وقد ذكرنا أننا سوف نتكلم عن يعني تفسير هذه السورة من كتاب التفسير الميسر، وهو تفسير يعني مجموعة من العلماء. كاف ها يا عين صاد، يقول: سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة، وذكر في أول سورة البقرة عند تفسير قول الله تبارك وتعالى ألف لام ميم، قال: هذه الحروف وغيرها من الحروف المقطعة في أوائل السور فيها إشارة إلى إعجاز القرآن، فقد وقع به تحدي المشركين فعجزوا عن معارضته، وهو مركب من هذه الحروف، يعني القرآن، وهو مركب من هذه الحروف التي تتكون منها لغة العرب، فدل على عجز العرب عن الإتيان بمثله، مع أنهم من أفصح الناس، ودل ذلك على أن القرآن وحي من الله سبحانه وتعالى. فهذه الحروف المقطعة في أوائل السور اختلف المفسرون يعني في معناها، فعلى قولين رئيسين: الأول أنه ليس لها معنى، وأنها مما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، وعلى هذا بعض يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الخلفاء الأربعة وسفيان الثوري وغيرهم. والقول الثاني أن لها معنى، واختلف في هذا المعنى، اختلف في المراد بهذه الحروف المقطعة في أوائل السور، وقد افتتحت بها كثير من سور القرآن، كألف لام ميم، ألف لام راء، حاميم، وأحيانا يأتي حرف واحد فقط، صاد، قاف، وهكذا. فقيل أنها أسماء للسور التي افتتحت بها، وهذا منقول عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ومجاهد وقتادة، ويعني كما ورد في بعض الحديث يعني ألف لام ميم السجدة، يعني أنها سورة السجدة، وفي سورة قاف، فقيل أنها أسماء للسور، وقيل أيضا أنها من أسماء الله تعالى، وهذا مروي عن سالم بن عبد الله والشعبي، وورد هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل أيضا أن حروف كل واحد منها تدل على اسم من أسماء الله عز وجل، مثل ألف لام ميم، أي الله اللي هي الألف، ولام يعني لطيف، وميم يعني مجيد. وورد أيضا عن بعض السلف أنها تدل على اختصار لبعض الكلمات، مثل ألف لام ميم، قالوا أنها اختصار أنا الله أعلم، ألف لام راء، أنا الله أرى. ولكن يعني أرجح الأقوال الذي ذكره المصنفون هنا، لأنها تكون هنا بمثابة التحدي للعرب، كأن هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف، فكأنه يتحداهم فألفوا مثل هذه الحروف. وأتت يعني هذه الحروف في أوائل السور كأنها تحفيز وتعجيز للعرب عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ويشهد لذلك أن هذه الحروف تدل على مسألة التحدي، تحدي العرب عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، أن أغلب وليس كل طبعا السور التي افتتحت بالحروف المقطعة، أغلبها يأتي بعد هذه الحروف ذكر لكتاب الله عز وجل، زي في سورة البقرة ألف لام راء، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ومثل قوله تعالى ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم، وفي قوله تعالى طاسين، تلك آيات القرآن، وهكذا أغلب السور يكون فيها ذكر للقرآن بعد هذه الحروف المقطعة. وهذا القول أيضا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكثير من أهل العلم. أما عن كيفية قراءة هذه الأحرف المقطعة، فقال يعني أهل التجويد أنها تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول ليس فيه مد، وهو الألف، ألف ليس فيها مد. والقسم الثاني ما يمد بمقدار حركتين، والحركة هو الزمن الذي يأخذه يعني قبض الإصبع أو بسطه، يعني تقريبا ثانية.
وهي مجموعة في كلمة حروف التي يكون فيها حركتين، مجموعة في كلمة حي طهر، يعني الحاء والياء والطاء والهاء والراء تمد بمقدار حركتين. القسم الثالث باقي الحروف تمد بمقدار 6 حركات ما عدا العين، وهي القسم الرابع، فلها وجهان تمد مقدار 6 حركات أو يكون فيها التوسط بمقدار 4 حركات، وكما قال صاحب التحفة: والعين ذو وجهين والطول أخص. فهذه الأحرف في أول سورة مريم تكون قراءتها كذا. احنا عندنا كاف ها يا عين صاد، فالكاف تمد بمقدار 6 حركات، والهاء حركتين، والياء حركتين، والعين فيها وجهان ممكن تمد بمقدار 6 أو 4، والصاد تمد بمقدار 6 حركات، فتكون قراءتها هكذا: كاف ها يا عين صاد. يبقى كده كل أحرف 6 حركات ما عدا الهاء والياء والعين فيها الوجهان كما ذكر. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أي هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا سنقصه عليك فإن في ذلك عبرة للمعتبرين. يعني ذكر رحمة ربك عبده زكريا أن هذا خبر لمبتدأ محذوف، مبتدأ محذوف اللي هو كلمة هذا، يعني هذا الذي سوف نقصه عليك ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وقد قلنا بالأمس أن سورة مريم فيها كثير من القصص، فهذه أول قصة يذكرها الله تبارك وتعالى، وفيها كما سنرى من الفوائد والعبر والعظات الكثير والكثير. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وقد أشرنا أيضا بالأمس أن كلمة الرحمة كررت كثيرا في هذه السورة، مما يدل على يعني الارتياح والاطمئنان ومزيد المحبة لله سبحانه وتعالى. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وزكريا عليه السلام هو من أنبياء بني إسرائيل، يعني من نسل يعقوب عليه السلام، لأن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان له ولدان ذكران عظيمان، وهو إسماعيل وإسحاق. فإسماعيل كان من ذريته أو من نسله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإسحاق جاء من نسله كل أنبياء بني إسرائيل بعد ذلك، وكان منهم زكريا عليه السلام. وزكريا ورد في صحيح البخاري أنه كان يعمل نجارا، كان يعمل ويأكل من عمل يده ويعمل نجارا. ثم يقول الله تبارك وتعالى: إذ نادى ربه نداء خفيا، يعني إذ دعا ربه سرا ليكون أكمل وأتم إخلاصا لله عز وجل وأرجى للإجابة. فزكريا عليه السلام كان قد كبر في السن واشتاق للولد، وسوف يعني نعرف بعد قليل لماذا اشتاق للولد، لماذا يعني اشتاق إليه. فكبر في السن وكانت امرأته عاقر، فنادى ربه نداء خفيا، يعني دعا الله سبحانه وتعالى. والمسلم يعني لابد أن يكون يعني له حال مع الله سبحانه وتعالى يدعوه ويرجوه، والدعاء عبادة، الدعاء هو العبادة كما جاء في الحديث الصحيح وليس في الحديث الضعيف. الدعاء مخ العبادة، الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فنادى زكريا عليه السلام ربه سبحانه وتعالى نداء خفيا، فالله سبحانه وتعالى يعلم القلب التقي ويسمع الصوت الخفي كما قال قتادة رحمه الله. وفي كلمة يعني نداء خفية أن هو هذا كان سر بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فيه من الفوائد أن هذا النداء الخفي الذي يكون بينه وبين الله عز وجل، وهكذا أي عبادة يعني فيها هذا الخفاء تكون أبعد عن الرياء. الإنسان لما بيعبد الله سبحانه وتعالى يعني بينه وبين الله عز وجل لا يرائي، لا يطلب رؤية الناس، ولا يعني يطلب مدح الناس، ولا يطلب ذكر عند الناس، وإلا فإن الرياء محبط للعمل، كما قال الله سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالعبد إذا أراد أن يبتعد عن الرياء فليحرص على أن يكون عمله خفيا.
وهو أيضا أدعى إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى. مطلوب إن يعني من شروط قبول أي عمل الإخلاص والمتابعة. الإخلاص كما قال الله سبحانه وتعالى، كما قال الفضيل بن عياض: واعلموا أن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، والخالص هو ما ابتغي به وجهه، والصواب هو ما كان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. واقرأوا إن شئتم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ليعمل عملا صالحا يعني موافقا للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يعني خالصا لوجه الله عز وجل. فالدعاء الخفي يكون أدعى إلى تحقيق الإخلاص لله رب العالمين. ماذا قال زكريا عليه السلام؟ قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. قال: رب إني كبرت وضعف عظمي وانتشر الشيب في رأسي ولم أكن من قبل محروما من إجابة الدعاء. فهنا زكريا رفع أكف الضراع إلى الله سبحانه وتعالى وقال: رب إني وهن العظم مني. قال بعض المفسرين: وذكر العظم لأنه عمود البدن، يعني عمود الإنسان، يستطيع أن يقف الإنسان إذا كبر في السن فإنه ينحني ظهره ويرق عظمه. وقرأت هنا في القراءة قراءة حفص قال: وهن العظم مني، وقرأت: وهن العظم مني. قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. يعني يدعو الله سبحانه وتعالى ويتوسل إلى الله عز وجل ويذكر اشتعل الرأس شيبا، هذا تشبيه اشتعال الرأس بشظية النار التي تتوقد، وهذا كناية عن كبر سنه وانتشار الشيء في يعني رأسه. ولم أكن بدعائك رب شقية، تعود زكريا عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء، والله سبحانه وتعالى حيي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وانظروا في آيات آيات الدعاء التي ذكرت في أثناء آيات الصيام، وطبعا الصيام يعني مظنة إجابة الدعاء، للصائم دعوة ما ترد. والله سبحانه وتعالى قال في وسط آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله سبحانه وتعالى أقرب للعبد من نفسه التي بين جنبيه، والله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فرفع زكريا عليه السلام أكف الضراع إلى الله تبارك وتعالى وتوسل إلى الله عز وجل، ثم قال: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. يعني: وإني خفت أقاربي وعصبتي من بعد موتي ألا يقوموا بدينك حق القيام ولا يدعو عبادك إليك. وكانت امرأتي عاقرة، يعني كانت زوجتي عاقرا لا تلد، فهب لي من لدنك وليا، يعني فارزقني من عندك ولدا وارثا ومعينا. وإني خفت الموالي، فكما ذكر هنا المفسرون خاف يعني أقاربه، خاف أن لا يعني يقوموا بأعباء الدعوة ونشر دين الله تبارك وتعالى. وفي قراءة قرأت الفاء بالتشديد: وإني خفت الموالي من وراء، والمقصود أي قلت عصابتي من بعدي، يعني العصبة اللي هم يعني أقاربه الذين يرثون قل عددهم، فيتمنى يعني زكريا عليه السلام أن يوجد من يحمل يعني هم هذا الدين بعده. وقال: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا، ثم دعا الله سبحانه وتعالى: فهب لي من لدنك وليا. هذا هو الدعاء. يبقى كل اللي فات ده كان اسمه ايه؟ توسل الله تبارك وتعالى. وهنا يعني هناك بعض أو يعني في ثنايا دعاء زكريا عليه السلام بعض آداب الدعاء، لأن الدعاء يعني له آداب كثيرة. والأمر كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا وفقت للدعاء كانت الإجابة معه. لو الإنسان وفق إلى الدعاء بشروطه وما يتعلق به وصح هذا الدعاء وكان يعني فيه القبول، فإن الإجابة سوف تكون معه مباشرة. فكان من أداب الدعاء في دعاء زكريا عليه السلام إصرار الدعاء اللي هو دعاء خفية، وإظهار الفقر إلى الله سبحانه وتعالى.
الإنسان يعني بيشكو فقره وضعفه وأنه وهن العظم منه، الإنسان دائما يظهر الفقر إلى الله عز وجل. أيضا من ذلك التوسل إلى الله تبارك وتعالى باستجابة الله سبحانه وتعالى إليه قبل ذلك، استجابة الله سبحانه وتعالى حينما قال ولم أكن بدعائك رب شقيا، يعني أنا يا رب تعودت منك يعني إجابة الدعاء، فيعني توسل إلى الله سبحانه وتعالى بإجابته لدعائه قبل ذلك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يعني بعدما دعا زكريا ربه تبارك وتعالى فهب لي من لدنك وليا، قال يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يرثني أي يرث نبوتي ونبوة آل يعقوب، واجعله ربي رضيا أي واجعل هذا الولد مرضيا منك ومن عبادك. فهنا دعا زكريا ربه تبارك وتعالى وقال له يرثني، طبعا الصحيح أنه يرثني يعني يرث النبوة ويرث العلم، وليس المقصود كما يفهم قد يفهم البعض أنه يرثني يعني يرث المال والتركة، لأولا لأن الأنبياء هم يعني همتهم وأعلى من ذلك بكثير، وكما قال الله سبحانه وتعالى عن سليمان وورث سليمان داود، فالمقصود من ميراث الأنبياء، الأنبياء حينما يرثون بعضهم بعضا يعني يرثون العلم والنبوة، وإلا لما كان هناك وجه لتخصيص سليمان بالميراث ثم كل الأولاد سوف يرثون. وكذلك أيضا يعني طبعا يعني أقوى من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، ما يتركه الأنبياء يكون صدقة، أما الميراث المذكور فهو ميراث النبوة والعلم. وهنا أيضا فائدة، وهي أن صاحب الدعوة دائما يهتم بدعوته في حياته وبعد مماته. الأنبياء يعني يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، فاهتم زكريا عليه السلام بتبليغ دين الله عز وجل طبعا في حياته، قام لله عز وجل حق القيام، ثم هو ينشغل ويهتم أن يستمر ذلك بعد مماته. فهكذا تكون دائما همة صاحب الدعوة لا تقتصر على حياته فقط، وإنما تستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها سبحانه وتعالى. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، أيضا هذا دعاء، ليس المقصود كثرة النسل ولا كما يقال يعني العدد في الليمون في المثل البلدي، لا، لكن لابد من ذرية صالحة. ولذلك يعني جاءت دعاء الأنبياء بهذا التخصيص، كما ورد عن إبراهيم عليه السلام حينما قال رب هب لي من الصالحين، لم يطلب ذرية هكذا وفقط، وإنما طلب من الصالحين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد، إيه؟ ولد صالح يدعو له، مش أي ولد. فينبغي على المسلم أن يهتم بذريته، يطلب من الله سبحانه وتعالى الذرية الطيبة، ويطلب من الله عز وجل الذرية الصالحة، ثم هو يتعاهدها بعد ذلك بالتربية والنصح والإرشاد حتى يكون ذخرا له بعد وفاته. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعدما دعا زكريا ربه عز وجل، قال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. استجاب الله عز وجل دعاء زكريا، يا زكريا إنا نبشرك بإجابة دعائك، وقد وهبنا لك غلاما اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، أي لم نسمي أحدا قبله بهذا الاسم. وهذا أحد أوجه التفسير، لم نجعل له من قبل سميا يعني لم نجعل أحدا سمي بيحيى قبل يحيى، وهناك وجه آخر لم نجعل له من قبل سميا يعني لم نجعل له من قبل شبيها، ليس هناك أحد يشبهه، لأن كلمة سميا يعني شبيه، وكما قال الله سبحانه وتعالى عن نفسه رب السماوات والأرض ما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، فهل تعلم له شبيها ونظيرا سبحانه وتعالى. فهذا هو الوجه الثاني، يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لم تلد العواقر قبله مثله، يعني لم تلد النساء قبل يحيى مثله، وروي أنه لم يعص الله عز وجل ولم يهم بمعصية قط، فأكيد يعني أنه لم يسبق إلى ذلك. ثم قال الله تبارك وتعالى
يعني على لسان زكريا عليه السلام، قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال زكريا متعجبا، رب كيف يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا لا تلد وأنا قد بلغت النهاية في الكبر ورقة العظم؟ كأنه يتعجب يعني من إجابة الله عز وجل له ذلك. فقد يتساءل يعني البعض، طب لماذا زكريا عليه السلام يتعجب مع أنه هو الذي طلب من الله سبحانه وتعالى؟ أجاب بعض المفسرين فقالوا أن معتقد زكريا عليه السلام أولا وآخرا أن الله سبحانه وتعالى غني عن الأسباب، والله عز وجل يعني قادر على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وإنما قال ذلك استعظاما لقدرة الله تبارك وتعالى وتعجبا واعتدادا بنعمته تعالى، لا استبعادا له. يعني هو قال ذلك ليس استبعادا وإنما قاله تعجبا وتعظيما لقدرة الله عز وجل. قال كذلك، قال الله عز وجل بعد هذه الآية، قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال الملك مجيبا زكريا عليه السلام عما تعجب منه، هكذا الأمر كما تقول من كون امرأتك عاقرا وبلوغك من الكبر عتيا، ولكن ربك قال خلق يحيى على هذه الكيفية أمر سهل هين علي. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى لزكريا ما هو أعجب مما سأل عنه فقال وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، يعني قد خلقتك أنت من قبل يحيى ولم تك شيئا مذكورا ولا موجودا، كما قال الله سبحانه وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أين كان الإنسان قبل أن يوضع نطفة في رحم أمه؟ لم يكن شيئا مذكورا، ثم خلقه الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل الذي خلق الإنسان من الأول قادر على أن يخلق منه بعد ذلك. ثم قال الله عز وجل قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. قال زكريا زيادة في اطمئنانه رب اجعل لي علامة على تحقق ما بشرتني به الملائكة، قال رب اجعل لي آية يعني علامة ودلالة، وهذا كما يقال أنه يريد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، إلى عين اليقين، كما سأل إبراهيم عليه السلام ربه تبارك وتعالى كيف يحيي الطير، فأراد أن ينتقل إلى عين اليقين، وكما قيل ليس المخبر كالمعاين. فالمهم أنه طلب من الله سبحانه وتعالى آية، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، يعني قال علامتك ألا تقدر على كلام الناس مدة 3 ليال وأيامها، وكلمة سويا يعني وأنت صحيح معافى. فكلمة سوية تعود على مين؟ تعود على زكريا عليه السلام، لا تستطيع أن تكلم الناس وأنت سوي. وقال بعض المفسرين وقول ضعيف أنه سويا يعني 3 ليال متتابعات، لكن الصحيح هو القول الأول 3 ليال سوية. نختم بلطيفة في التفسير ذكرها أيضا بعض المفسرين، قالوا أن في سورة آل عمران جاء 3 أيام إلا رمزا، وهنا جاء 3 ليال سوية، بمجموع الآيتين أنهم 3 أيام بلياليهن، لكن لماذا ذكر هنا الليالي وذكر هناك الأيام؟ قالوا إحنا أمس قلنا أن سورة مريم مكية ولا مدنية؟ مكية، يعني نزلت قبل الهجرة، و3 أيام إلا رمز سورة آل عمران وهي سورة مدنية، والقرآن المكي سبق، لا شك أنه سابق للإيه؟ للقرآن المدني، المكي قبل الهجرة والمدني بعد الهجرة. ومعلوم أن الليل يسبق النهار، إحنا دلوقتي مثلا نقول إحنا الليلة اللي فاتت كانت إيه؟ ليلة 7 من رمضان، النهاردة يوم 7، فأمس الليل يسبق النهار، فهكذا كما جاء يعني اتساق السياق هنا أن في سورة مريم وهي مكية وكانت تسبق سورة آل عمران وهي مدنية، فناسب أن يذكر هنا الليالي وذكر هناك الأيام. هكذا هذه يعني آخر الآية 10، وكما اتفقنا أن إن شاء الله كل يوم نأخذ يعني 10 آيات. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.